صباح الخير متابعي طقس العرب، جمعة مباركة نتمناها للجميع. زي ما انتم شايفين حاليا أمطار غزيرة وزخات من البرد في غرب العاصمة عمان. حاليا عم نسمع صوت رعد هون بالاتجاه الشمالي الغربي، غيوم داكنة حاليا تقترب من العاصمة عمان من اتجاه الغربي، وبالتالي هناك فرص أو مؤشرات لازدياد وتيرة الأمطار خلال الدقائق القادمة في عموم مناطق العاصمة عمان. خلال الساعات القادمة بإذن الله يتوقع أن تشتد وتيرة الأمطار على المنطقة الجنوبية تحديدا مع بدء عبور جبل هوائي على المنطقة الجنوبية. أيضا يتوقع أن تصبح الهطولات الثلجية فوق القمم الجبلية العالية من جبال الطفيلة والشراء. أيضا لا يستبعد هطول بعض الزخات الثلجية الغير مؤثرة على المرتفعات العالية من المنطقة الشمالية والوسطى بما فيها مرتفعات العاصمة عمان، كما ذكرنا هي غير متراكمة وغير مؤثرة بإذن الله. خلال ساعات المساء والليل تتراجع الفعالية الجوية ويبتعد المنخفض الجوي، لكن يتبع هذا الابتعاد بالمنخفض الجوي يتبع بكتلة هوائية شديدة البرودة، وبالتالي هناك فرصة لحدوث الجليد والانجماد والصقيع خلال الليلة القادمة، وبالتالي يرجى من الجميع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة والقيادة بحذر في مثل هذه الظروف الجوية، أيضا خاصة في الطرقات المتجمدة التي تشهد تشكلا للانجماد والجليد. كان هذا كل ما لدينا لحد الساعة، نتمناها أمطار خير على البلاد بإذن الله. نعطيكم تحديثات جوية جديدة خلال النشرات القادمة بحول الله. ابقوا على تواصل معنا، إلى اللقاء.